استراتيجية تذكر معلوماتك، الذاكرة القوية. ابدأ، اضغط ابدأ. عادي البالونات مبسوطة منك يا سلطان، يلا ابدأ. الجميع بها ال ليه؟ اضغط. طيب يساعد الفقير و لا، يساعد الفقير و ويسعف المريض. طيب بماذا تنتهي كلمة يراه؟ احسنت. الشفاه بها قال لي ايه؟ يا سلام عليك. الجيران بها مدان، هما ايه؟ الجيران مد ايه ومد ايه؟ يا سلام، احسنت. تعال يا احمد، اقترب يا احمد، اقترب اقترب اقترب. دوما تنوين اين؟ تنوين فتح. احسنت. ما نوع كلمة محمد؟ اسم أم فاعل؟ اسم. ما نوع المد في كلمة الجميع؟ أنا كنت بكلم نفسي. الجميع مد إيه؟ أهي زعلتني منك يا أحمد. مد إيه؟ كلمة أسماء مد إيه؟ أسماء ألف. اجلس. تعال يا عبد الرحمن روح. ما مثنى الجيران؟ مثنى الجيران لو هما جيران كتير. جيران أيوة. مثنى اثنين بس نقول عليهم إيه؟ جيران ولا جيران؟ جيران. طيب ومفرد، وما المفرد؟ جار. المفرد الجار. طيب هنبدأ تاني مرة تانية. يا الله عبد الرحمن ابدأ. خلاص اقترب. الجميع قال لي ايه؟ القمرية. يساعد الفقير اضغط. شاطر. بماذا تنتهي كلمة يراه؟ يراه. احسن. الشفاه بها قال لي ايه؟ الشفاه قال لي دي قال لي ايه؟ الشمسية. اضغط. شكرا. تعال يا ناصر. الجيران بها مدان. اقترب من السبورة. ما المد هنا ومد ايه ومد ايه الجيران؟ هذه الجيران؟ ايوه. الجيران مد ايه ومد ايه؟ بالالف؟ ايوه. بالياء؟ احسنت. طيب دوما تنوين؟ تنوين فتح. ممتاز. اقترب السبورة. ما نوع كلمة محمد؟ اسم. احسن. ما نوع المد في كلمة الجميع؟ يا ابني الجميع ألف. في الألف مد؟ كلمة أسماء بها مد إيه؟ مد ألف. عبد الرحمن طيب بارك الله فيك.